Thank you.
ثلاثة. سلام للجميع. بصراحة أنا بتشكر السيد علي عربية على اختياره لهذه البلد الحلوة الجميلة جدا والرائعة، خاصة طبيعتها وطقسها الحلو، طقسها جميل جدا. يعني هلا نحن هون حد هاي البحيرة الحلوة في منطقة المقاطعة اسمها وادي لهارة، يعني بالعربي اسمها وادي الحجارة. بحيرة جميلة رائعة جدا، هي مر الطريقة. نحن هلا بهون بقهوة وكذا، درجة الحرارة 27-28 جميلة جدا. وصراحة علي عربي بيستاهل انه يسافر هيك، يعني عنده خبرة، عندها خبرة. انت يا استاذ علي اسلام اسلام يعني عن جد انا ما تفاجأتني انه كيف تتحرك وما بتسافر الا مع الناس الرائعين، وممتع جدا. تسلم تسلم والله، كلك زول. عم نسوق 3-4 ساعات بالنهار بس ممتع، حتى السواقه فيها روعه، فيها روعه. تسلم، مظبط ومبرمج والحمد لله. بتمنى للجميع ان شاء الله يسافر هيك سفره. والسلام. شكرا سيد احمد، شكرا. وهذه الطبيعه اللي عندنا، وهذه المناطق اللي بنحب نزورها، والناس كل انواع الطيور جميله جدا هالبلد، ورفقه الناس الطيبه كمان بالسفر.